بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، المؤتمر الكريم، العلماء، الأبرياء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن خلال صاحب هذه الدعوة الكريمة الإمام بديع الزمان النواصي، أتشرف معكم بهذه الكنيسة من علمه وجهده ومن خلال دعوته العامة والخاصة في حياته كلها، أن نتمسك جميعا بما دعا إليه وحدة الأمة الإسلامية نظبط معاك طيب ووحدة الإنسانية كلها حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هيا له علما نافعا في رسائله المتعدده التي بلغت 120 رساله علميه حول ما يتعلق بما استخلصه من كتاب الله في كل ما يتعلق بامور الحياه، عقيدة وشريعة ومنهجا وسلوكا. وكان ذلك من خلال إيمانه العميق وتمسكه بدينه وعقيدته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإنني أحتسبه تحت قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان علمه في العقيدة والشريعة والتفسير والفقه وعلوم الدنيا في الرياضيات والحساب وكل ما يتعلق بمنهج هذه الحياة، فكان موسوعة علمية. ولذلك كانت دعوته مع كل ذلك هي وحدة الأمة الإسلامية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فوحدة الأمة من خلالها تتحقق العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، والربط بين العقيدة وبين العبادة وبين السلوك الإنساني مع أخيه الإنساني لتحقيق هذه الوحدة هو الذي يحقق لهم الأمن والرخاء والسلام الاجتماعي وتحقيق التكافل الإنساني في كل أمور الحياة. نحن من خلالكم نقدم لصاحب هذه الدعوة وصاحب هذا المؤتمر، نقدم له كل التحية والإجلال والتكريم، ونتمنى
أن يوفقنا الله جميعا لتحقيق هذه الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.